المشكلة في كثير من تسبول للدعوة الآن والعلم يحملون ألقاب علمية، إنهم يذكرون توحيد الإلهية والعبادة ويذكرون السنة ويهتمون بالصحيح والضعيف، خرجون الأحاديث، وهذه خديعة منهم للناس، ويخالفون في الأمور الثانية التي تتعلق بالولاية وقضايا الأمة المصيرية، فيخدعون الناس بهذا. يجون ينتسبون للسرورية يتكلمون عن توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة الجمع، ويتكلمون عن صحة الحديث وضعفه، ينقلون كلام أئمة الحديث وأهل العلم، فيخدعون الناس بهذا، وهم على خلل ما يتعلق بتوقير العلماء، ما يتعلق بطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطريقة الدعوة إلى الله، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي حقوق الولاة. هذه خمسة أمور يخالفون بها في الجملة، يتفقون عليه، بل يحرضون على المخالف، يربون الناس على هذا، ويتهمون من يلزم أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل بالمداهنة والنفاق والممالأة للحكام والجبن، ويلقون عليهم، يلبسونهم الألقاب اللي تنفر الناس منهم، يخترعونها هم، فقل أنت لست بالخب والخب يخدعون، انتبه. فهؤلاء اللي يسمون السرورية والتبليغ والإخوان المسلمين والدواعش والقاعدة كلهم على هالمنهج الجملة، احذروا، لا تغتروا بهم ولا تغتروا بحماستهم واهتمامهم بالجهاد أو ما يسمونها الدعوة أو الاهتمام بالحديث، إنهم على خلاف للسلف الصالح في أصول من الأصول العظيمة في الشريعة المحمدية، ولا يشفع لهم كونهم يهتمون بالتوحيد أو يذكرون التوحيد، لأنهم يسكتون عن شرك المشركين اللي يوافقونهم على منهاجهم، يسكتون عن شرك المشركين، يقولون هذا أمر شأن سهل، يقولون شرك القصور أخطر وأعظم من شرك القبور، يقولون اللي يشركون القبور سذج وعوام مغفلين، يهونون من هذا الجانب، ومعنى ذلك إن وظيفتهم أعظم من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهادهم أعظم من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي ينتهون إليه. لا تغترون بهؤلاء، أكاد يكون جملة من ينتسب للدعوة والعلم اليوم من الجماعات والجمعيات جملتهم واقعين فيها اليوم مخالفة في هذه الأصول، وهذا يلزم البيان